كل فترة من فترات التاريخ الزمن بيجود بعبقري يعيش في الخيال والأحلام ويكون نصيبه هو عايش إن الناس تتهمه بالجنون، وبعد ما يتحقق خياله وأحلامه تقام له التماثيل ويكتب له المجد والخلود. فمثلا إديسون العالم الأمريكي، مين كان يصدق إنه حيخترع الكهرباء؟ مين كان يصدق الليل ينقلب نهار والمطورات تلف والمصانع تدور؟ ماركوني الإيطالي يا ما ضحكوا عليه لما قال إنه يقدر يخلي روما تسمع مزيكة مصر، واللي يتكلم في اليابان يسمعوه اللي قاعدين في مصر. دلوقتي حقدم لكم عالم مصري اسمه أحمد مجدي. تعرفوا عاوز يخترع إيه؟ ده وسائل لو شربوا الإنسان يختفي ويبقى غير منظور. يا ترى هتصدقوه ولا تقولوا عليه مجنون؟ بقى زغلول الاستاذ بيشتغل تحت. طب سني شويه، الاستاذ قال. انت متاكد يا استاذ ان الاستاذ ده هيخترع الدواء اياه؟ طبعا. ومتاكد ان اول الانسان ما يشربه على طول هيختفي؟ بالتاكيد. طيب اتفضل، ولا بلاش البصل بقى دلوقتي، وفهمني بصفتك تلميذ نابغ في كليه الطب، ازاي الانسان اول ما يشربه هيختفي على طول؟ عاوز تفهم؟ ايوه تعال معايا. اتفضل ايدي خد. اتفضل. الله. شوف يا سيدي. جسم الانسان ده مش متكون من خلايا؟ اهو الانسان لو شرب من الدواء ده الخلايا بتاعت الجسم تبقى غير منظوره، يعني الجسم يبقى شفاف. ولما يبقى شفاف برضه يتكلم؟ يتكلم ويشرب وياكل وينام وكل حاجه. ويتجوز؟ طبعا. ويخلف؟ طبعا. اظن العيل على كده ينزل شفاف. طب بلاش تلبيح بقى وداوني الملح. الملح؟ حاضر. اتفضل ادي الملح. تسمع تقول لي هنطفى ايه النهارده؟ انت ما جبتش اللحمه؟ لحمه؟ ليه؟ هي طلعت؟ امال سيبنا نشتغل من الصبح وحضرتك بتقشر بصل على ايه؟ بسل الفلس يا استاذ. انت معكش فلوس؟ فلوس؟ فلوس منين؟ اخر دفعه بعتها لنا والدك من البلد حضرتك اتصرفت بيها ورحت جبت بيها اجزه للاستاذ. طب معلش بقى. معلش ازاي؟ انا جعان. جعان؟ ولا انزل اقول لك الاستاذ بتاعك ده؟ تسمع انا هو فين؟ انا جعان. انا جعان جعان، هموت من الجوع جعان. حيلك حيلك حيلك، دي مش الاكل، دي الزينه. زينه؟ هو ده وقت زينه؟ هتاكل سمك احمر؟ امال ده ناكل بلا ازرق كمان. اوعى. وحيد؟ ايوه يا دكتور. وحيد. حامد الف زائد اتنين سين صاد. خلاص؟ ايوه جربته تحت على قنفذه واختفت. ايوه كويس قوي. ودلوقتي عاوز اجرب على حاجة اكبر. جرى ايه يا استاذ؟ انت فاكر انه صرصار؟ ما تخافش، مش هجرب عليه، هجرب على حيوانات. الله يسامحك. اظن احسن حاجة يا استاذ نبتدي نجرب على حيوانات من ذات الدم البارد. بارد بارد، عندك حق. زغلول اقوم هات لنا وطوات. اسمعوا بقى، انا جبت لكم خنافس ونمل وبراغيث، تقدروا تقولوا لي وطوات ده هجيبه ازاي؟ حمار ما ينفعش يا سيدي. افهم، عاوزين حيوان دمه بارد. طب يا اخي ما تقولوا كده من الصبح. رايح فين؟ راح اجيب لكم عسكري انجليزي.
اسمع. نعم. هات سمكة حية. السمكة ايه يا استاذ؟ ايه؟ لا في عرضك يا وحيد ابوس رجلك، ده غدانا احنا الثلاثة. بس افهم يا اخي. افهم مين؟ بسبيل العلم لازم تضحي بكل شيء. يا نهار اسود. اتفضل يا استاذ. روح. طب والله ما هي مختفية. هي. كمان. كمان. استنى. برافو يا استاذ، برافو. زغلول، السمكة اختفت. برافو يا استاذ. بص. يا نهار اسود، السمكة فين؟ السمكة شايفها هي بتلعب في المية. انا مش شايف حاجة ابدا، انا بتهيألي مخبين السمكة عشان ما كلهاش، واذا كان في سمكة خلونا اشوفها بعيني. اسف قوي. ليه؟ لسه ما توصلتش للدواء اللي يرجع الكائن المختفي. كويس قوي. ايه؟ كائن؟ اللي قول يا استاذ، وهذا الكائن الذي حيبان ده الواحد يشوفه امتى؟ بعد اسبوع يمكن. اسبوع؟ يا نهار اسود، وهقعد انا كمان على لحم بطني اسبوع؟ انت زعلان ليه؟ انت عاوز تاكلها؟ اه. تعال انا اكلها. توكلني ايه؟ توكلني ميه؟ توكلني خدوق؟ ولع البابور. الله يشفيك. شيل الحفتان للأستاذ. يا جدع غطيه عشان تبرد. نعم. وبعدين معاك بقى. حاضر. هات العيش معاك. حاضر. بلاش هزار بقى يا أخي. إيش معنى دي بس الهزار؟ ده غلط والله. اتفضل. السلام عليكم. رايح فين؟ رايح سرايه المجازين. يا اخي علو تعالى كل. اكل ايه بس يا بني ادم؟ اكل هوا بس. جرب. جرب. ادي حته كبيره عشانك اهي. امر لله. لا خلي والله خلي. هات. طبعا انا عارف انك جعان بس هات. يا ساتر، سمكه دي ولا حوت؟ بس جرب. اجرب؟ اجرب ازاي اذا كنت انت اكلت كل العيش؟ معلش كل حاف. حاف؟ حاضر اكل حاف. وحيد. الله ده صحيح. صدقت بقى. يا سلام ده طعم قوي. ده لسه كمان ما جربش بالليمون. لا جرب. اهلا عم محمد. اهلا عم دبابة. بسم الله. بتاكلوا ايه؟ بناكل سمك. تاخد حته. فين هو السمك؟ اتصور المش شايف السمك. قال تعالي يا قطه، تعالي خدي حته السمك. خدي قطه. فين هي القطه دي؟ تصور مش شايف كمان القطه. الله يشفيكم. جعان يحلم بسوق العيش. عاوز حاجه يا محمد؟ التليفون عاوزك تحت. طيب حاضر. خد على مهلك. ما تخافش. والنبي يا عم محمد ما تنساش تبعت لي ازاز الكزوزه عشان عاوز اعصم. البيت دكتور زعلان قوي، بيقول لك لازم تدفع عمرة القطيط. ربنا يفرجها يا عم محمد. اهلا صبحي. حضرت حامل الكبريتيك؟ الفلوس؟ ايوه الفلوس هبعتها لك بعد بكره. يا محمد. يا الدكتور جه. حطيت الأجرة كلها من السكان؟ ايوه يا سعادة البيت. وحيد افندي دفع؟ في الأسئلة دلوقتي ما لقيتوش. طب روح هات الشنطة من العربية. ما يتحرك يا جدع انت. اهلا سعادة البيت. انت بتعمل ايه هنا؟ بدور على الأجرة. الأجرة؟ الأجرة؟ عظيم. النتيجة مدهشة. عاد دلوقتي نقدر نجرب على حيوانات من ذوات الدم الساخن. زغلول. نعم. روح هات لنا كلب. ايه؟ كلب؟ واجيب لك كلب منين دلوقتي؟
اشتريه يا اخي. اشتريه منين دي الحاله بوقت يا استاذ؟ خد 50 قرش اخر ما معانا. يا نهار اسود وناكل منين؟ يا اخي ربنا سهل بس روح اتكلم. والله انا خايف لا توكلهولي لاخر. ده غلط والله انا غلط. اجيب لك الكلب منين اتفضل يا سيدي الكلب هو بس اخفوق اوامع من معروف روح يا انت شفت الحرامي اللي سرق الكلب بعينك؟ انا شفته دخل هنا من ضهر انا متاكد انه هنا الدكتور احمد شوقي ربنا يطمنك عليه لولو لولو مبروك يا استاذ اهنيك شكرا يا حبيبي الكلب هنا افندم حضرتك الدكتور احمد شوكت لا يا فندم وكمان بتنكر عفتك ده دليل قاطع على انه سرق لولو لولو اسمع بقى طلع الكلب بالتي هي احسن روحنا مقابل ده لولو انت انس بلقت سمسم القلب كزوزة؟ ايوه كزوزة سباتس انتوا بتتكلموا اسبانيولي لا مالطي ارجوك يا شاويش فتش القوط من فضلك عندك امر بالتفتيش؟ افندم نادي على الكلب قسما بالله لو ظهر الكلب لوديكم في داهية انت فين يا لولو؟ انت لولو شاويش انت شايف الكلب؟ لا شايفك انت شغل على ستك شغل لولو يلا يلا ذبيحة اتخذ يا شاويش الحق يا غير هتنام تعالى يا حفيظ قولي انت عملت فيه ايه انت موت انت نبغى يا شاويش الجريمة بقت اتنين سرقة وقتل انت عارف مين اللي بيهوهه دلوقتي مين عفريتو نهار ابوك مات الحق اهو دخل تحت الكنبة يا شاويش هو انت اللي عمال تهوه من الصبح اعمل ايه يا شاويش اصله مجنون وكل ساعه والثانيه يجي يقول فين الكلب ايوه اعذره يا شاويش الله يكون في عونه اصله اهلا اهلا بقى بيتشعبط على صدرك وبيلحسلك في خدك ايوه يا شاويش مظبوط مظبوط كده زي ما تقول تعالى معايا على فين على السرايا الصفرا انا مش مجنون والله مش مجنون ده انت 60 مجنون في بعضك قدامي انا في عرضك يا شاويش انا في عرضك في كلب ولا مفيش لا مفيش يا شاويش ايوه كده تعيدي ايوه في شبك معلش يا باشا شاويش انا هعقل طيب يا فندم امرك سلام عليكم مع السلامة مع السلامة ما يخلصها كده يا دكتور يخلصها كده انا باخد معي كبيرة عشان افسح الكلب وادلعه دلوقتي خلاص ضاع مستقبلي مش هلاقي اكل غريبة انا دايما بشوف البني ادم بيوكل الكلب لكن عمري ما شفت كلب بيوكل بني ادم ان كان لك عند الكلب حاجه قول له يا سيدي طب يا سيدي اديني عنوانك وانا هرجعهولك رجعهولي بس فين ما هو خلاص مات وشبع موت هو صاحبه مين صاحبه مين ما انتش عارف دي بنت حازق بيه الزمت حازق بيه الزمت اللي ساكنين جنبنا في الجيزه يا اخي احنا ولاد حته واحده على كل حال روح طمنهم وانا هجيب الكلب بنفسي جيبه منين بس يا رب طمن بس صدقني لو تعرف انه مات بس ما ماتش ولا حاجه يلا يلا جميل قوي قوي يلا مع السلامه كويس كده خلطة كلاب السكك ما لقيتش غير كلب بنت حازق بيه ولا اش عرفني طب فين الكلب اهو اقفل الباب اهو احسن يخرج لولو عليه العوض اهو السجق بتاع الساعة الغدا حدهور عليه العوض والناس من كنت بهصحه زي العاده فجاه ببص ورايا الاقي متعلق في الجلد حمار
كذاب في اصل وشك. اسكت انت يا مستر. اسكت ازاي يا ستي؟ الجده وفي ايدي. يبقى فين الحمار؟ ومعرفتش مين اللي سرقه؟ ايوه عرفته يا هانم، الدكتور احمد شوكت. مش معقول دكتور ويسرق كلب. انا متاكد يا هانم، انا جريت وراه لغايه العياده، ولما حس اني هقبض عليه متلبس بالسرقه حصل ايه؟ قول انت. موته يا هانم. موت لولو ليه؟ علشان يفتي معالم الجريمه. لولو مات يا مستيكه. يا طارق شبابك يا لولو، يا ميت ونفسك في الكمامه يا حبيبي. اسم الله يا لولو. ايه شيري اخدع؟ اسم الله يا لولو. اسم الله يا لولو. ايه في ايه؟ هي في حياتك اسعدت البيت. في مين؟ لولو تعيش انت. لولو؟ ايوه الحمد لله. ما تقولش كده يا بابا. يا ستي كلبه راح. حضرتك عارف قد ايه كان عزيز عليا، انت لازم تبلغ البوليس. بوليس؟ ايوه البوليس والنيابه والمباحث. يا سعاده البيه لولو مات مقتول. امشي اطلع برا امشي. يلا ما شاء الله. انا حازق بيه الزمت اهزق نفسي وابلغ البوليس علشان حته لولو؟ الحق عليا انا اللي خليتكم تربوا كلاب في البيت. ولا كل التربيه يا سعاده البيه، دخلنا اصل يومين ويتكلم انجليزي. اخرصي. وانت اللي بنقول عليكي هاديه وعقله برضه تعملي كده؟ اعذرني يا بابا، لولو كان مسليني ومالي عليا البيت، وحضرتك منع اي حد يزورني ومحرج عليا ما اخرجش لوحدي. احمدي ربنا اللي بتخرجي وتشوفي السكه. والدتك الله يرحمها دخلت السرايا دي هي بالمأذون ولا خرجتش الا بالحنوتي كده ولا لا يا بشير؟ الله يرحمها يا سعاده البيت. انا خارج وقسما بالله العظيم لو ارجع الاقيكي لسه زعلانه لا اعرف شغلي. المصيبه انهم فاهمين ان انا دكتور وان انا اللي سرقته. طول بالك هيرجع حالا. اهو يا استاذ الحمد لله على السلامه. زغلول جهز العربيه هحصلك حالا. هرجع ثاني يا استاذ. السلم السلم. انا لازم اخرب بيته، هبلغ النيابه هبلغ البوليس. هتعملي ايه يا سيف؟ هشوفه في العياده ولا لا؟ سلوى هانم الفار وقع في المكتبه. قصدك مين؟ الدكتور. مش معقول يجي لحد هنا. يمكن جاي ياخد في خاطرك يا ستي. مستك من غير ما تقولي سيبيني على ايه؟ اعملي ايه؟ هبلجه. زكي هات الاسعاف. زكي ما تسمعش كلامها، انده العسكري. العسكري حاضر العسكري. انا متاكد 100% ان الست هتدينا الحلاوه. انت ليك عين يا حرامي. طب خليك انت هنا وانا هاخد اللي فيه القسمه. افتح يا رمضان. هلو العواد. يا بابا انت عمولي ده، انت مجنون. خد يمشي من هنا. يا اسطر انا بتدفع من ست هانم. ده منزل حازق بيه ولا نادي الرياضه؟ انت ليك عين كمان تهزر؟ انت ده كلب. انت مش ممكن تكون دكتور. انا يا فندم مش الدكتور، انا اللي بطير بالدكتور جاي ورايا اهو. لولو الف مبروك يا سنتي، الف مبروك يا حبيبي. بتهزموا عليه ولا انا بس اللي ملطاشه؟ خدت الحلاوه؟ لا خدت عالقه. انا متشكره قوي. على ايه يا فندم؟ لانك رجحتيلي اغلى حاجه عندي. لا ده واجب علينا. تسمح تشرب فنجان قهوه؟ اصل يعني. اتفضل اتفضل. حبيبي يا لولو. ايوه يا عم، ناس لها بخت وناس لها مقشات. انت زعلان مني؟ لا. امال وشك مبوز ليه؟ انا اتولدت كده. اخص عليك يا حسن. اسم زغلول يا اختي زغلول. زغلول يعني لسه ما طلعتش من البيضه؟ لا مراجيش. طيب اوعى تطير مني. لا احبسيني في القفص. زغلول. اوه اسمي يعني. مش حرام عليك تخطف لولو؟ الحق عليه هو اللي جرى شكلي.
ازاي؟ انا ماشي في امان الله، سمعت حاجه ورايا، بصيت لقيته عامل لي كده، عملت له كده، قال لي هو، ما ردتش عليه، قام قال لي تاني هو، صعب عليا، قلت له هو، هو منه، هو مني، بين اصحاب. انت دمك خفيف قوي. الله يحفظك. الله، على فين؟ استاذن بقى، لسه بدري. متشكر. ايه بقى حصل كده؟ ايوه. انا مش مصدق. اقول لك على حاجه وما تقوليش لحد. ما تخافش. بقى تاني يا ستي عندي كلبه اسمها تيتي، محرج عليها، لا تخرج ولا تدخل. قمت النهارده من النوم ما لقيتهاش في البيت، اتجننت. وشويه وهي داخله لي تتمختر وفرقه شعرها وحاطه لي فيها فيونك، بضرب بعيني كده لقيت سلولو، اتاريها قابلته في السكه وعزمته على الغدا. وبعدين؟ وبعدين ما طقتش، جريت وراها، طلعوا فوق السطوح، طلعت وراها، نط فوق السور. وبعدين؟ ما قدرتش انط وراها، سلمت امري لله واستنيت لغايه ما نزل سلولو وجبته لغايه هنا. اما حكايه لطيفه قوي. متشكر، كتر خير. على فين؟ استاذن بقى، لسه بدري. متشكر. تصور قالوا لي انك موتته. وده معقول؟ حد يشوف العيون الحلوه دي والدم الخفيف اللي زي الشربات ويحرم نفسه بايده؟ انت اني كده. الله يعزك. وبعدين؟ وبعدين انا جاي اطلب القرب منك. في مين؟ في لولو. لولو لا ما اقدرش. وبعدين بقى اسجد تيتي حبته وهو حبها. نقدر نساله. انت حبيتها يا لولو؟ ايوه. على فين؟ استاذن. ما لسه بدري. بس هستعجل القهوه. مالك يا حبيبي؟ ولا حاجه، بس حاسس ان نار قايده في نافوخ. من حب يا روح قلبي. لا يا اختي، دي من القهوه. من القهوه؟ ليه جرى ايه؟ يا نهارك ابيض، ده البن كله فار فوق دماغك. وانا كمان بقول مخي انظبط. ايوه جايه الست بتنادي عليا. يا دخلتي عليا بابا. يا خبر. يلا قوم قوم اوان. على فين؟ روح روح. الله، انت مش عازماني على القهوه؟ مش ضروري تشرب قهوه، تعالى تعالى اوان. انا مش فاهم حاجه ابدا. اصل بابا جه ومنع اي حد غريب يخش البيت. وهو انا غريب؟ تعال اسمع، اعمل نفسك بتكشف عليا. اكشف عليك ازاي؟ يا اخي انت مش دكتور. لا مش دكتور. يا هو ده وقت هدار. تعال يلا اوان. تعال اقعد. ايه ده يا سيدنا الفندم؟ ما تشيك ايدك كده ليه؟ من فضلك اقعد اقعد. اقعد اقعد ازاي؟ وبعدين بقى سلوى، فهميني يا بنتي ايه الحكايه؟ انا تعبانه قوي يا بابا. وحضرته مين؟ الدكتور احمد شوكت. انا اسف قوي يا دكتور شوكت. طمني يا ابني عندها ايه؟ من فضلك استريح وخليني اعد النبض. عد يا ابني، عد 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 عد. من فضلك بصي لي، عندي انا هنا. بصي له يا سلوى، انت مكسوفه يا بنتي. من فضلك ما تتكلمش ابدا. حاضر. طلع لسانك. وريني لسانك. كمان كمان كمان. لسان ايه اللي بتكشف عليه؟ القلب. طمني على القلب. فعلا انا لازم اشوف قلبها فيه ايه. ايوه. فاضي ازاي؟ اكشف كويس يا ابني، حط ودنك كويس. الحمد لله دلوقتي بقيت كويس. الحمد لله على سلامتك يا بنتي. الحمد لله على سلامتك. عيانه بايه يا دكتور؟ عندها ايه؟ والله هي لازم زعلت وحصل لها انهيار عصب. والعلاج يبقى ازاي؟ العلاج لازم ما تقعدش في البيت، لازم تخرج تتفسح تشم هوا. انا هخليها تشم هوا كتير قوي خالص. مبسوطه دلوقتي يا هاني؟ الحمد لله. شدي حيلك بقى. لا معلش، خلي المره الجايه. طيب وهتيجي امتى يا دكتور؟ كل يوم ان شاء الله الشفا راح يكون على ايديك. ما تتعبش نفسك يا سعاده البيت، اتفضل انت، انا متشكر قوي. سمت انس فمرجي ترتس؟ ايوه يا فندم. افندم؟ لا انا بكلم التمرجي بتاعي. كنت بتعمل ايه في المطبخ؟ ايوه كنت باغلي الحقنه. على كل حال مفيش لازمه للحقنه دلوقتي. فعلا، لان هي بس عاوزه شويه راحه. اوعى تكون بتهلوس وحصل لك تهيؤات زي المرة اللي فاتت. هلوس ازاي يا شويش؟ ده انا عقلي يوزن بلد. اهو اقبض عليه. هو ده شويش يما؟ اقبض عليه. يقبض على مين يا جدع انت؟ ما هو ده اللي قتل كلب يا سعادة البيه.
كلب في عينك. انت لسه بتتكلم في حكايه الكلب؟ انت لسه مش هتبطل الجنان ده يا ولد. قلتش انا حاجه قدامي. على فين؟ على الاسم والله. بس انا عدت المرات. انا متاسف قوي يا دكتور، ده ولد مجنون يظهر ان عنده ايوه عنده بانتي اسبانيا. يا قلبي رأيت الجمال وحبت يا قلبي ونلت الأمال. يا بختك يا قلبي يا قلبي يا بختك يا قلبي. يا حسنك يا قلبي هاويت البغاشة وطبت يا قلبي جاتك ميت أضاشة. يا حسنك يا قلبي يا قلبي يا حسنك يا قلبي. بدينا سلمنا بهمسة وكلمة، ختمنا كلامنا بنظرة وبسمة، حيينا أملنا ودنيتنا بسمة. وكان في مرمنا يبان المخبي. يا بختك يا قلبي يا قلبي يا بختك يا قلبي. شويت لي دماغي بقهوة غرمها وجابت لي داغي بهزة أوامها. بنار المحبة كويتني أمامها ومطبخ كمالها حرق شعري حبي. يا حسنك يا قلبي يا قلبي يا حسنك يا قلبي. رموشها جفونها أوامها جمالها ولفتت عيونها دي دنيا بحالها. حياتي عشانها وروحي بدلالها. يا ريت تستدلني غرامي وحبي. يا بختك يا قلبي يا قلبي يا بختك يا قلبي. قلبي فداها حياتي وشبابي. يا قلبي عشاها فراخي وكبابي. يا قلبي هواها ما كان في حسابي. لقيتك معاها رميتني في حبي. يا بختك يا قلبي يا حسنك يا قلبي. يا بختك يا قلبي يا حسنك يا قلبي. مش عارفه الدكتور ما جاش ليه. انت لسه تعبانه؟ لا قلقانة طول الليل امبارح ما نمتش. انا كمان يا ست. لا مؤاخذه يا ست، هو الحب بيسحر. ايوه يا نسيت. يا حلاف يعني زي القهوه؟ لا ده زي السحر، يخلي الواحد هايم سرحان لا ينام ولا ياكل ولا يشرب. غال على كده هحوش وابقى غني. بابا اسم الله يا ست. كلمت الدكتور يا بابا. ايوه كلمته، رد عليا واحد تمرجي تاني غير زغلول، قال لي انه مشغول في عمليه نصران اعور في القصر العيني. عشان كده ما جاش. تحبي اجيب لك دكتور غيره؟ لا يا بابا انا ارتحت على الدكتور ده. والله في الحقيقه هو كويس قوي، وعلشان كده انا فكرت انه يعمل لي عمليه الكلاوي. تحب يا بابا لما اروح له اخليه يكلمك في التليفون؟ ليه انت هتروحي له لوحدك؟ هاخد مستكه معايا.
لا 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 ما خليكوش تروحوا وحدكم ابدا، لازم اروح وياكم. لكن هنروح ازاي؟ ده سيد بكامل جاي لي الساعه 1:30 وضروري اقابله. بلاش يا بابا، خليني انا عيانه. اوه اروح وياكي بقى وامري الى الله. ايه هو الدكتور ما جاش؟ زمانه جاي يا فندم، اتفضلوا. وحيد وحيد ارقص معايا. ليه؟ خبر مهم، سلوى ابوها عند الدكتور شوكت. ده خبر، ده مصيبه. مصيبه؟ مصيبه ليه؟ دول لسه فاهمين ان انا الدكتور شوكت وجايين لهنا. يعني انكشفت يا حلو. اسمع روح شوف الدكتور موجود ولا لا. يوم ما لقيتوش يزوق لي التمرج اوام. هوا عم محمد اللي قول لي وحياه والدك الدكتور موجود. لا لسه ما جاش. احسن يلا بينا بقى عشان وحيد تعبان قوي. لا سلامته عنده ايه؟ مسكين يا اخويا عنده البطايحل. بصيت على سهوه لقيت رجل زرقاء ورجل حمراء. يا ساتر يا رب. يا ساتر خالص. بس يلا يا ناس تعالى هحبسه. اهلا بالدكتور. اهلا بالنصاصي البارح. اهلا وسهلا. لا مؤاخذة ما قدرتش اعدي عليك، اصل النهارده كان عندي. انا عارفه كنت في القصر العيني. ايوه كان عندي عمليه مراره. مراره ولا مصرن اعور؟ اعور. ايوه اصل وانا بعمل عمليه المصران لقيت المراره ملتهبه، قلت اشيلها بالمره. يا سلام، عمليتين في وقت واحد، والله ما حد عامل لي عمليه الكلى ولا انت. سيجاره؟ ايوه متشكر. يا زغلول حاضر. اوق ظرفه الكبر. ايوه بس هزوقه ازاي ده؟ لا لا هو اصلي دي اصلاحات طبيه بيني وبينه. ايوه النبي بسرعه يا زغلول لحسن سيد بيه كامل مستنيني في البيت. حاضر يا فندم. دي صوره مين دي؟ ايوه الصوره دي صوره والدي. يا سعاده البيه. ايوه البيه ضرب تليفونه بيقول سيد بيه وصل وزعلان منك جدا، واخد على خاطره منتظرك على احر من الاحر. طيب يا دكتور مع السلامه يا سعاده البيه. مع السلامه. الله يسلمك. اما تخلص الكشف يا سلوى تبقى تيجي على البيت على طول. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. عيد مع السلامه يا سعاده البيه. مع السلامه. الله يسلمك. مع السلامه. خد يا زغلول خد. هات سعاده البيه هات. خد يا سيدي. خد يا ابني. الله ابو شوكت اهلا وسهلا، دي فرصه سعيده قوي خالص. ابنك عظيم نابغه ربنا يخليه لك. سلام عليكم يا محمد. انا مش فاهمه حاجه. ايوه بس دلوقتي افهمك. بس تعالى يا دغوت. انتوا بتعملوا ايه هنا؟ ايوه اصل زغلول عيان. عيان عيان يا اخي، ما نزال دخله قدامك اهو. اصله بيخاف من الادويه. كده حاسس بايه؟ حاسس بان هنروح في داهيه. انت بتترعش. هلعوا يا محمد. بلاش محمد دي. والنبي يا محمد افدي فيه. والنبي اللي يرزع عليك ده يخرب بيتك. ايه ده؟ هلعوا نقه والنبي يا عم يا فيل. لا بقى حضرتك مش الدكتور شوكت؟ الحمد لله ان والدك معرفش. امال بتشتغل ايه؟ ممكن تساليني السنه الجايه. ليه؟ انت دلوقتي خالي شغل؟ تقريبا. وناوي تشتغل ايه السنه الجايه؟ دكتور. دكتور؟ العب غيرها. اصل انا تلميذ في كليه الطب. تلميذ؟ ايوه لسه صغير. ما تزعلش بكره تكبر. ما قلتليش اسمك ايه؟ وحيد. وحيد؟ وحيد لكن حاسس دلوقتي ان الدنيا كلها ملك ايديا. ازاي؟ معرفش. ازاي وامتى وفين صادفني حبك؟ قلبي بنظرة عين، قلبي انشغل، قلبي قلبي انشغل بك. ما عرفتوش قبلك ولا كان على البال، وصبحت خايف على ظلك من كل خيال. وازاي حبيتك؟ ازاي ازاي؟
وبقلبي بقلبي ناديتي ازاي 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 وازاي وامتى وفين صادفني حبك قلي بنظرة عين قلبي انشغل قلبي قلبي انشغل بي الحب ده مش بيدينا ولا غصب عنا دي اسم مكتوب علينا مهما حاولنا مهما حاولنا ولا نعرف جنة منين ولا ناوي ودينا فين ولا ناوي ودينا فين ولا نعرف جنة منين ولا ناوي ودينا فين ولا ناوي ودينا فين قلبي بنظرة عين قلبي انشغل قلبي قلبي انشغل بك تجري تجري تسبانا فرحة أمالي فرحة أمالي واتمنى نمشي 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 في طارينا أيام وليالي أيام وليالي شايفك بعيني كل ما انا شايفك بعيني والدنيا بتضحك ليا كل ما انا شايفك بعيني كل ما انا شايفك بعيني يا اللي بنظرة عين قلبي انشغل قلبي قلبي انشغل بي يشوف. طيب هنتقابل بكره في مدينه الحيوانات ما افتكرش انت عارف بابا صعب قوي قول له هشم هوا وزرافه تفهميه ان دي امر الدكتور هحاول بس هجيب مستكة معايا وانا هجيب زغلول معايا لا لا ما تتعبيش نفسك ما بينفتحش ابدا اتفضلي ايه ده سلم النجاح مع السلامة مع السلامة أسافر أسبوع أجل ألاقي الغلة زي ما هي سخنك ده مش عارف تسلم 10 كيلو أعمل إيه بس يا ريس إذا كانت المباحث مفتحة عينيها كويس أول يوم اخرس شوف التليفون يا زكي انا هسلم الغلة بنفسي من الليلة انت هتشتغل في النادي تحت بس خلي بالك يا شاطر محدش يعرف ابدا ان انا صاحب نادي الامار انا طاهر طاهر فيه مدير مكتب الاستيراد والتصدير فاهم ها انزل ديناميت وريله الشغل الو ايوه يا زكي ايه انا شايفه دلوقتي موصلها بالعربية بس انا خايف تطير من ايدك دول 120,000 جنيه مش لعبة يا طاهر بيه طيب انا جاي بكرة لا النهاردة مش فاضي اسمع
راقب الدكتور كويس واعرف اخبارهم اول باول، فاهم؟ معانا وهنعمل ايه في بشير؟ خليها على الله وعليا يا ستي. في اخبار جديده؟ ايوه الدكتور طلع مزيف. مزيف؟ ايوه اسمه وحيد ولسه طالب في كليه الطب. حلو حلو قوي قوي قوي. شد حيلك يا طاهر بيه، السلوى لازم تكون من نصيبك. ما تخافش. صباح الخير يا سعاده البيت. اهلا بالادب والكمال والطيبه والاخلاق. استغفر الله استغفر الله. ازيك يا طاهر يا ابني؟ اتفضل اتفضل اتفضل. اقعد اقعد يا ابني. خش يا ابني في الكرسي، خش استريح. الله يريح قلبك بزياره النبي الحبيب. امين يا رب. فينك يا طاهر؟ ما حدش بيشوفك ليه؟ والله يا سعاده البيت كنت مسافر في شغله مهمه قوي. تصدير ولا استيراد؟ لا استيراد. كنت بتستورد ايه بقى؟ ايوه بستورد غله يا سعاده البيه. استرالي؟ لا هندي. ما شاء الله ما شاء الله. سيجاره يا طاهر؟ سعادتك عارف ان انا ما بدخنش. ربنا يقويك يا ابني. قهوه يا رمضان؟ لا لا ملهاش لزوم لانها بتسهرني. احنا فين والليل فين؟ سعادتك عارف بعد صلاة العشاء بنام على طول. يا سلام على الاستقامة، يا سلام يا سلام. اللهم دمها علي نعمة يا رب. بشرفي انت فلتة من فلتات الطبيعة، ملاك في صورة انسان. في الواقع يا سعادة البيت دي شهادة انا اعتز بيها جدا، وتشجعني اني اطلب من سعادتك طلب. قول يا طاهر اتكلم. ايد سلوى هانم. وتفتكر يا طاهر ان سلوى انا اعزها عنك؟ ده يبقى ربنا رضي عليها، يبقى كتب لها السعادة. استغفر الله استغفر الله. ربنا ما يحرمنيش من عطفك. تعال يا سلوى تعال تعال سلمي على طاهر. ازيك يا طاهر؟ لا مؤاخذة يا سلوى هانم، لا مؤاخذة، اصل انا متوضي. ما شاء الله ما شاء الله من زمزم يا ابني. عن اذنك يا بابا. ايوه استني يا سلوى، انا عندي خبر مهم لك قوي. تعال يا حبيبي تعال. الحقيقة يا بابا أنا ما بفكرش في الجواز، قصدي يعني أقول لك. إيه يا سلوى اتكلمي اتكلمي بحريتك. بصراحة يا بابا أنا ما بستلطفوش. بالعكس ده خفيف الدم على قلبي قوي. ثم ما تنسيش إنه شاب طيب وبيصلي ويعرف ربنا كويس. طيب لو سمحت نتكلم في الموضوع ده لما أرجع. أهلا وسهلا. عن اذنك يا بابا. يظهر الهانم مستعجله قوي. ايوه يا سيدي هي مسكينه رايحه جنينه الحيوانات لانها تعبانه، والحكيم وصف لها انها تتفسح كتير وتشم هوا. الحكيم اللي كانت راكبه معاه امبارح في العربيه. الله سلوى انت كنت راكبه ويا الدكتور امبارح؟ ايوه يا بابا، حضرتك لما سبتني عنده في العياده محبش يخليني ارجع البيت لوحدي. على فكره يا طاهر الدكتور ده شاطر قوي خالص، وعلشان كده انا هخليه يعمل لي عمليه الكلاوي. كلاوي ايه يا سعاده البيت؟ انت فاهم انه دكتور بحق وحقيقي؟ طبعا انا كنت عنده في عيادته امبارح وقاري اليافطه بنفسي. الدكتور احمد شوكت اللي كانت راكبه معاه امبارح يا سعاده البيه اسمه وحيد. ازاي الكلام ده؟ انت مش كنت بتقولي انك كنت راكبه امبارح ويا الدكتور شوكت؟ لا يا بابا انا فعلا كنت راكبه مع وحيد. وحيد؟ وحيد مين ده؟ اللي سعادتك فاكره الدكتور شوكت. سلوى تعالي. اصل يا بابا حصل سوء تفاهم فاضطر يعمل دكتور. يعني كان بيخدعك وبيخدع سلوى هانم؟ يعني بالعربي نصاب ومحتال. لا يا بابا وحيد مش نصاب، بدليل انه قال الحقيقه امبارح. وسكت ليه من امبارح لحد دلوقتي؟ ليه ما قلتيش من ساعتها؟ لازم في اتفاق بينكم، لازم مؤامره ضدي. سعاده البيه مش للدرجه دي. سلوى هانم مهما كانت الحال موضع ثقه. انا شخصيا ان ما كنتش واثق فيها ما كنتش اطلب ايدها من سعادتك.
وانا بالمناسبه دي متاسفه جدا ان ارفض الجواز من حضرتك. بتقولي ايه؟ ترفضي طاهر؟ ترفضي القطه المغمضه؟ ترفضي السبحه والسجاده؟ ما تحرجهاش يا سعاده البيه، يمكن بقى بتحب واحد تاني. سامحه بيقول ايه؟ اتكلمي، دافع عن نفسك. الظاهر انها مكسوفه تقول لسعادتك انها بتحب وحيد. ايوه يا بابا بحب وحيد. اخلصي، انا عرفت دلوقتي كل حاجه. اه المحتال النصاب، انا حوديه في داهيه، انا حوديه الرومان. امشي اطلعي على اوضتك، وقسما بالله العظيم ما انت معتبه بره البيت ابتداء من النهارده، وهتتجوزي طاهر غصب عني عيني. العربيه جاهزه يا ست هانم. امشي عربيه بدوسك قليله الادب. انت بتعمل ايه؟ لا بس بحفظ كلمتين اقولهم للبنت بتاعتي من كتاب جوليو ورومييت، من روميو وجولييت. حالا حالا. طيب انا نازل عند الاستاذ. خد علي. جوليييت يا جوليييت يا جوليييتتي، يا من بسهم اللحظ سطي مهجتي، انا عاشق انا مغرم يا قبلتي، والحب بهدل لي مزاجي وصحتي. قرص اخر مرحله في الاختراع. ح زائد أربعة عين قاف. ح زائد أربعة عين قاف. هنا سر 20 سنة مجهود، هنا سر لأسرار الطبيعة. برافو يا أستاذ، لكن لازم دلوقتي نجربه على بني آدم. أيوة لازم نجربه على بني آدم. حيلك حيلك يا أستاذ، أنت لازم تراقب التطورات اللي هتحصل على الإنسان اللي هشربها. عندك حق عندك حق. لا أرجوك أنت تراعي اليمين، ما أقدرش أستغنى عنك. أمال مين اللي هشربه؟ ايوه مين هيشربه؟ ريستك تدري يا استك تكتي على كيس تعايز تكوفي بتاعت الكيس دي. البت هتتكعبل تمام. اندن دلريس. بسم الله الرحمن الرحيم. الله جرى ايه؟ انتوا موتوا ولا ايه؟ اسمع يا زغلول. نعم. احنا لازم نجرب الدواء ده على بني ادم. على مين؟ على بني ادم. يعني قصدكوا انزل اسرق لكم واحد من السكه واجيبه لكم؟ ها لا مش ممكن، لان ده سر مش لازم يطلع عليه حد ابدا. يعني قصدك ايه؟ قصدي لازم نجربه عليك. جريه وحيد انت اتجننت؟ هو انت فاكرني بني ادم؟ امال انت ايه؟ لا ده انا بني فطوره. سلام عليكم. اسمع يا زغلول. اسمع ايه؟ لا يا حبيبي انا اصلا هقابل حبيبتي مستيك. ما تقدر تقابلها وانت مختفي. نعم يا سلام لما تسمع صوتك من غير ما تشوفك. هتقدم اكبر خدمه للعلم، هتحقق امالك وتنول اللي في بالك، هتسجل لوطنك اعظم اختراع. لما تشرب من الدواء ده هيخلد اسمك في التاريخ. كده؟ ايوه. هو فين الدواء ده؟ تعالى اشرب. على بطر في صحتك يا مستيكا. انت كايز ده بفتع. خد. يا نهار اسود، مين ده؟ ده قرد. امال انا ابقى فين؟ ما انت اتقلبت بقيت كده. ما تعيطش يا زغلول هنرجعك تاني. ايوه لكن ده انا عاوز اقابل مستيكا. مستيكا لا اسمع، احسن بعدين تخاف منك. اللي يحب ما يكرهش. ما يكرهش ازاي انت بقيت قرد؟ القرد في عين امه غزال. زغلول زغلول بعدين يا استاذ الحقوا، لو مر عليه ساعتين مش ممكن يرجع بني ادم تاني. انهار اسود. هم اتاخروا كده ليه يا ترى؟ رحت فين يا زغلول؟ مستهكة مستهكة. انا هنا يا روح. انت فين يا روح قلبي؟ مستيكا يا مستيكا يا مستيكتي.
يا من بسهم اللحظ صدي مهجتي زغلولي حياتي زغلول الحق يا زغلول الله مستيقى انت يا بيت شويش الحق يا شويش الحق في الارض هرب من القفص مين حسنية انت هربت ازاي يا مجنونة تعال زغلول 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 ترى انت فين يا زغلول 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 يا دهو انا اسف يا زغلول كده برضو تعملوها فيا ما تزعلش انا هروح لمدير الجنينه دلوقتي واحاول اشتري اوامك والنبي احسن القرد اللي هناك ده ماله فاكرني من الصبح حسني انا هرجع لك حالا يا دهو يا دهو اشرب من ده هيرجعك بني ادم تاني برافو يا استاذ برافو حاجه عظيمه قوي مبروك يا زغلول رجعت بني ادم مبروك على ايه يا اخي وده معقول يا ناس معقول بص شوف يا شيخ حرام عليك بعد خلقت بني ادم دي يا اعوذ بالله اسمعي نعم يا سيد تطلع اللي معاك ده وتنك نزل على طول مش عاوز لت ولا عجب حاضر يلا الهي فك سجنك يا سلوى يا بنت حواء وادم الغدا يا ست يا ده الازاي انت هتفضلي من غير اكل كده على طول اخ كفاية بقى يا ست احسن الدمع هتفر من عيني حكمانة لما اتفتح في العياط ما سدش ابدا اه يا مستك اه يا ستي انا مش عارفة عملت ايه عشان بابا عايز يجوزني طاهر الهي تتقص في رقبتك يا طاهر يا ابن زليخة مستك يعني ايه مستك نفسي اشوف وحيد اه يا لي وانا نفسي اشوف زغلول قوليلي نعم لو اديلي الجواب تقدري تديهوله يا ريت ده البيع حكم عليا لو اتخطيت من عتبة البيت مرجحوش ابدا وانت ذنبك ايه يا حبيبتك معايا معلش يا ست الحبس للجدعان الو هنا منزل سعادة حازي بيه انا قلت محدش يرد على التليفون غيري امشي الو مين انت يا افندي يا قليل الادب يا اللي ما انتش متربي بس حلمك يا سعادة البيه سيبني اشرح لسعادتك ما هو وليك عين تتكلم يا افندي يا كحيان يكون في علمك اذا حاولت تتصل تاني مرة بسلوى انا هخرب بيتك حوديك في داهية مش ممكن انا لازم اشوفها شوفها تشوفها ازاي بس احسن طريقة اروح لها البيت تروح لها البيت انت جدع انت مش خايف من حد بيه لا يلبسك تهمة بس ما تبقاش خلاص تعالى معايا اجي معاك طب اسبقني انت وانا هحصلك على فين على التخشيبة من ورا شباك
ولا خيالك يخطر مرة وانا بستناك. جيت لك اطمن على حالك والدنيا تنام وانا بصحى لك. جيت لك اطمن على حالك والدنيا تنام وانا بصحى لك. من حبي فيك من شوقي ليك من خوفي عليك جيت لك يا ناديك. آه يا حبيبي. فتح الشباك. ايه؟ ايوه وقعت سودة. غني لها تحت الشباك يا خبري. الو الو نقطة الزمالك. ده اللي حبيبه فات وراح عمره ما يرتاح عمره يقضي حياته أنين ونواح ودموع وجراح. أجيت لك حيران وضناني الشوق يمكن تبعت لي سلام من فوق. كنا بجنة لحزلنا ويا زماننا فرقوا بينا. يا حبيبي. ايه اللي معاك ده؟ مية ساعة ساعة البيت اطلقها عليه. عفارم عليك. يا بيت حبايبي اللي كان عالبعد يعرفني فين سحر نورك وكان نورك بيخطفني. وفين حبيبي اللي يقدر وحده ينصفني خصمني بابك وانا شايفه وشايفني. روحي وقلبي دايما وياك شوقي وحبي عايشين في حماك. يا حبيبي. هتعمل ايه يا بابا؟ اوعي سيبيني مالكيش دعوه انت. قفشناك. انت عامل زيطة وزنبليطة ليه؟ انت عاوز اللي عامل زيطة؟ ايوه هناك اهو. هنا. ليه المناخولي؟ مناخولي ايه؟ هو في غيرك يمزع يدفع. اه يا شوياش يا شوياش. وحيد وحيد الحق اقرا. الحق اخويا خبر من انجز. ستقام الليله حفله ساهره بمناسبه عقد قران سليت المجد كريمه حازق به الزمت على رجل الاعمال الساري المعروف طاهر به كامل. يا استاذ انت الحق عليك كنت لازم تطلب ايدها من ابوها. قال لك عليا ساري معروف ابوها عاوز يجوزها راجل غني وانا كل مؤهلات الحب والاخلاص. ايوه بس هي ذنبها ايه تعيش تعيسه؟ تعرف انا متهيألي ايه؟ ايه؟ اروح اطربق الفرح اخطفها اهرب معاها. لكن ازاي؟ وحيد خلاص اكتشفت الماده اللي كانت ناقصه. لو حد شرب الدواء يختفي على طول. تاني انت ايه بتتوحم عليا يا مسح اللعان؟ هتعمل ايه؟ هعمل ايه؟ حرمي نفسي من الشباك. ما تخافش يا زغلول. ايه؟ انا اللي هشرب الدواء. هو فين يا استاذ؟ جوه. يا نهار اسود. بلاش والنبي بلاش. ما تخافش. ما تخافش ازاي؟ يمكن يتقلب قير. قلت لك ما تخافش. والنبي يا رب تقلبه زرافه. والنبي يا رب. والنبي. Thank you.
دغلول تعال شوف الحلم وهو يتحقق. تعال مبروك يا دغلول، نجحنا والحمد لله. وحيد يا ابني انت اتجننت ولا ايه؟ لا يا زغلول انا عقلي زي ما هو، لكن حاسس ان قوتي زادت. ايوه بقيت اقوى من المال والجاه والكذب والخداع. الله وحيد رايح فين؟ على الفرح يا ابو الزغليل. اه بحث رايح. الى اللقاء. يا دوود بدي عظيم. مبسوطين يا عمي. يا سعادة البيه هذه ليلة في العمر. بسم الله الرحمن الرحيم. تسمح تمضي يا طاهر بيه؟ مالك يا طاهر يا ابني؟ دايما العرسان كده اعصابهم مضطربة. تمام تمام. استريح يا ابني استريح. بسم الله عليك يا الرحمن الرحيم. سلامتك 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 يا طاهر بيه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول الله يا ربي. مبروك يا ستي الف مبروك. اتفركش الفرح بقدرة قادر. ازاي يا مسك الحكاية مش زي الناظر. مش قادر اقولك ولا قادر اشرحلي. لازم سوى حدة في شيء لله. النبي تنصره على من يعنيه يا رب.
سلوى. وحيد انت فين يا وحيد؟ انا مستخبي يا سلوى. اعمل معروف امشي قبل ما حد يشوفك. ما تخافيش، ما فيش حد يقدر يشوفني ابدا. انت مستخبي فين؟ في الهوا. في الهوا ازاي؟ تقدري تشوفيني بقلبك مش بعينيكي. بصي انا هقعد على الكرسي. مستيكا الحقيني يا مستيكا. اسمعي يا سلوى بلاش فضايح، انا هفهمك كل حاجه. فعلا لها حق تخاف. اعمل ايه دلوقتي؟ سلوى فوق يا حبيبتي، ما تخضيش. الحمد لله. اديني فرصه افهمك الحقيقه. انت عارفه ما بخبيش عنك حاجه ابدا. بقى الحكايه يا ستي، دي حاجه تبرجل المخ. الواحد يقول ايه بس؟ لازم في عفاريت. عفاريت ايه يا ابني؟ خلي عندك ايمان. روح انت دلوقتي وتعالى اتغدى معايا بكره علشان نحدد ميعاد تاني لكتب الكتاب. امرك يا عم. اما حكايه غريبه قوي، لكن ايه اللي خلاك تعمل كده؟ حب. طيب انا عايز اشوفك دلوقتي. ما جبتش معايا الدواء اللي يرجعني تاني. يا خساره. ما تزعليش، هتشوفيني بس على حلقات. عندك جوانت وقصر. ايوه عندك في الشفونير. حبك خلاني خلاني روح من غير جسد. في كل مكان وفي كل زمان وياكي مفيش عزال ولا حرمان في هواكي. وادخل قلبك واسكن فيه واعرف ايه اللي مخبيه. وفي أحلامك أنا قدامك. حبك خلاني خلاني روح من غير جسد. حيفرق بيني وبينك يا حياة قلبي، من يشيل شوقي وحنينك وانتي جنبي. نار بعدك قربت انساها، وليالي الفرقاوي اساها. نلت منايا طلت هنايا. حب حبك خلاني خلاني روح من غير جسد. تعرف انا فكرتك ايه؟ ايه؟ انك موت وعفيتك هو اللي بيتكلمني. ما انا موت بس في غرام. ده بابا. بابا جه استخبى اوان. عفريت مين اللي بيكلمك؟ كنت بتكلمي مين؟ قولي انطقي اتكلمي. ما بكلمش حد يا بابا. ازاي ما بتتكلميش؟ انا سامعك بتتكلمي. يمكن بقى يا بابا كنت بكلم الكرسي. بتكلمي الكرسي ايه؟ حضرتك عارف يا بابا اني اعصابي تعبانه من اقعد في السرايا لوحدي. يتهيأ لي ان الكنب والكراسي والشبابيك والحيطان كلهم بيكلمون. ده كلام فارغ، انا ما بعش عقلي لحد. بقى كنت بتكلمي الكرسي.
ايوه يا بابا. طيب اطفي النور وروح نام يا بنتي، ويكون في علمك ان طاهر جاي يتغدى وانا بكره. حاضر. لا مؤاخذه يا حضرت، انا بقول ايه؟ اسمعي يا سلوى، انا جاي بكره اتغدى معاكي زي ما انا كده مختفي. هستناك يا حبيبي. انا هجيلك زي ما انا كده، اقعد تخطي تاني. تاكد اني مش هنام الليل، هعد الساعات والدقايق لحد ما ترجع لي. يا نهار اسود، البيت اتجننت. مع السلامه يا حبيبي، اوعى تتاخر بكره. ريحيني يا بنتي، الله يريح قلبك. انت بتكلمي مين؟ الحيطه. الحيطه. روحي نامي يا بنتي، روحي يا حبيبتي نامي، روقي بالك وهدي اعصابك، انا برضو ماليش بركه الا انت. روحي يا اختي روحي. حاضر. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وحيد. انا هنا. بابا فكرني اتجننت. ايه رايك تسوق في الحكايه دي على طول؟ فكره مدهشه، انا مش هخف ابدا الا لو جوزونا البعض. تصبحي على خير. مع السلامه. حاسب الشجره. انا ما يهمنيش اللي حصل امبارح، انا يهمني اللي جرى لبنتي. جرى ايه بعد الشر؟ انهيار عصبي حاد. تصور الحيطان بتكلمهم، الشبابيك، الكراسي. وده معقول يا سعادة البيه؟ إذا كنت شايفها بعيني وهي بتقول للكرسي هستناك بكرة يا حبيبي. لكرسي؟ أنا... الله، وبسيته ثلاث مساعات. يمكن يا سعادة البيه بس أحسن جد. أهلا سلوى. إزاي؟ ايه انت بتكلمني يا بابا؟ ايوه بقول ازيك دلوقتي. انا كويسه قوي يا بابا، انت وحشتني قوي يا بابا، الحمد لله على السلامه يا بابا. صحتك كويسه؟ صحتي انا كويسه قوي قوي يا بابا. يعني اطمن؟ تطمن على ايه؟ يعني مساله الشبابيك والكراسي والحيطان. حيطان ايه يا بابا؟ سلامت عقلك. تسمحي، مين بيكلمك دلوقتي؟ ايوه. الحيطة. معلش، لازم ناخدها على عقلها. اتفضل. الله، انتوا هتاكلوا؟ ايوه حبيبتي. مش لما يجي. هو مين يا اخي؟ الكرسي. الله، انت مش فاهم. ايه مين؟ مفيش. اتأخرت قوي يا حبيبي. اي الله، مالك يا حبيبتي؟ بيقرصني في دراعي. معلش خليه يقرصك. معلش يقرصها ده ايه؟ كل وانت ساكت يا اخي. اسكت. الله، وبعدين معاك. اسكت. الله، ما سكت اهو. اسكت. خلي طاهر يفتح الراديو. بتقول ايه؟ بقول لك خلي طاهر يفتح الراديو. قوم افتح الراديو. قوم يا ابني افتح الراديو واسمع كلامها.
حاضر حاضر يا توحيد. لا كويس. محدش معاه. الجيمو علي عالم. انتهى المرعي. مرعي كسر فيها رجع لورا. الحقها شريف. انتهى العلاء. علاء سبت الكرة جت جول. Questo giro d'Italia dovrebbe oggi. Ma il gol! Ma il gol! Ma يسمعونك. عايز ياكل حلو. ايوه اديها التورته. هو الكرسي بياكل حلو. الله ده الكرسي بيهزر معاه. سيبه يهزر انت مالك. اما نكته لطيفه قوي. ايوه صحيح نكته لطيفه قوي. برافو عليكي انت مثلت الدور هايل. ايه هتيجي بكره في نفس الميعاد؟ اوعى تتاخر. مع السلامه. ستي سلامه عقلك يا ست. استناك يا حبيبي. هعد الدقايق هعد الثواني. يا خبر اسود يا لهوي. عاجبك كده يا سيدي؟ اهي بتكلم الهوا. بس اسكتي اسكتي يا مسكت. اسكت ازاي يا سيدي؟ يا خساره عقلك يا ستي يا لهوي. كراهيه يا وليه قله الادب. وليه في عينك؟ اسمع يا سيدي محدش مجنن ستي غير الجدع ابو سبحه ده. انت باي حق تتدخلي في شؤون اسيادك؟ انت لا لك في الطور ولا في الطحين. معلوم ما لياش في الطحين لكن ليا في الطور. بشرفي لولا كنت سعاده البيئه انا كنت وريتك. طب اطلعي بره. اطلعي طلعت عينك. اطلعي عند سلوى فوق. ارجوكي ما تسيبيهاش يا مستكة. يا لهوي يا خساره مصر يا ستي. اسم الله يا حبيبتي. يا ريتني كنت انا يا ستي. أنا السبب في ده كله. حرمتها من الإنسان اللي بتحبه. حبستها في البيت لحد ما حطمت أعصابها. اطمن يا حازبي كل شيء له دواء. إيه رأي سعادتك لو نعرضها على دكتور أخصائي في الأمراض العصبية؟ مفيش فايدة مفيش فايدة. أنا عارف دواء. أرجوك يا ابني بما إنك شغلت قلبها وبركلت مخها فلازم تتجوزها. ده شرف عظيم يا سعادة البيه. لكن احب اقول لسعادتك ان انا فقير. عارف انك فقير وكحيان وكل حاجه. ورغم ده كله هسهل لك كل امر عسير. مش عاوز منك مهر مش عاوز منك فرح. مبسوط؟ لكن يكون في علم سعادتك ان انا هعيش على قدي. ان شاء الله تعيشها على البلاط تاكلها عيش حاف. المهم علشان اطمن انت بتحبها صحيح ولا لا؟ بحبها جدا يا سعاده البيه. سلوى هانم هي كل املي في الحياه. وهي كمان بتحبك. خلاص احنا مالنا ما دام بتحبوا بعض. الفلوس ملهاش اي قيمه في الحياه. ملهاش اي قيمه. سعاده بنتي هي كل شيء عندي. انا اشكرك على عطفك النبيله وان شاء الله هكون عند حسن ظنك. مبروك يا ابني. الله يبارك فيك يا عمي. تسمح يا سعاده البيه عاوزينك بره. طيب عن اذنك يا ابني. اتفضل يا عم اتفضل. اتفضل يا دكتور قول لسعاده البيه. اطمن يا بيه سلوى هانم متمتعة بكامل قواها العقلية. دي بتهلوس بتخطرف. قصدي يقول ان سلوى هانم بتدعي المرض علشان تستدر عطف سعادتك. مش معقول يا بيه. احنا مر علينا حالات كتير زي دي ومن كتر التجارب بنقدر نعرف الحقيقة من التمثيل. تمثيل ازاي؟ مثلا الشاب طمعان في ثروة اهله يمثل عليهم انه مهووس. مجرم عاوز يهرب من حكم عليه يدعي الجنون. بنت عاوزة تتجوز من غير رغبة اهلها
انت وبتدعي الذهول. انا بنتي ما تعملش الحاجات دي من نفسها ابدا. مين عارف يا حازق بيه؟ الله اعلم، مش يمكن حد مسلطها. المهم اطمن ولا تشغلش بالك عليها بالمرة. عن اذنك. متشكر يا دكتور. نهارك سعيد. اهلا وسهلا يا عمي. انت انستنا. الله يأنسك. يا عينك يا جبايرك. بقى اولا ادعيت انك دكتور وكنت عاوز تعملي عملية الكلاوي عشان توديني في داهية، وثانيا دخلت على البنت بالحنجل والمنجل، تليفونات ومقابلات وغنى تحت الشباك لحد ما كلت عقلها خالص، واخيرا تسلطها انها تعمل مجنونة عشان اتجنن انا راخر واجوزها لك بايدي كده زي شربت الخرج. يا اخي ده بعدك. طب بس قول لي يا حزبي، انت مش عاوز تجوزها لي ليه؟ اجوزها لك انت يا فقير يا كحيان. مش انت اللي كنت بتقول الفلوس ملهاش اي قيمة في الحياة؟ ملهاش اي قيمة. سعادة بنتي هي كل شيء في الوجود. كنت بخرف، كنت مجنون. انا بنتي لازم تتجوز واحد يعيشها على الحرير ويأكلها الشهر. لكن يا سعادة البيه، مدام بنحب بعض كل ده ملهوش قيمة. ملهوش قيمة عندك انت وعند عيلتك الكحيانة، لكن عيلت الزمت لها اصول ولها تقاليد. لازم تفهم ان اقل بنت في العيلة مهرها 2000 جنيه. سيادتك تقدر تدفع 2000 جنيه مهر؟ منين يا سعادة البي؟ لما يبقى عندك 2000 جنيه مهر و10,000 جنيه رصيد في البنك يبقى تعالى كلمني. مفهوم؟ ومن غير كده ما نقدرش نتفاهم. مفيش تفاهم ابدا بغير كده. 2000 جنيه مهر و10,000 جنيه رصيد في البنك. بسيط قوي. سلام عليكم. سلام. جنيه رصيد في البنك. بسيطة. طب ده انا عندي عشانك فكرة مدهشة. ايه هي؟ قولي. قسطهم له على 100 سنة. اديني كاس تاني وحاد. وانا بق حد والدك بق. اشرب ولا يكونش عندك اي فكر. ما تتهمش، انا في جيبي يا حبيبي دلوقتي 5000. 5000 ايه؟ 5000 مليل. معاهم 5000 جنيه. مش معقول. طب اسمع، خليك وياهم لغايه ما يلعبوا ويخسروا فلوسهم على دير مليم. الا قلت والروليتا يعني ايه؟ سعادتك شايف العجله اللي بتدور دي؟ ايوه. وفيها كوره. كويس. الكوره دي لما تطق في النمره اللي سعادتك لاعب عليها، ايوه، تكسب فلوس، فلوس كتير. ما شاء الله. والفلوس دي بتاعت مين؟ بتاع صاحب المحل. وصاحب المحل ده عنده كام؟ بالالوفات يا سعاده البي، بالالوفات. وحيد. متشكرين قوي. مره ثانيه ما تيجي نلعب يمكن نكسب. يا شيخ سيبك منهم، دول نصابين. ايوه هما من ناحيه نصابين نصابين، انما انت ما مش عاوز تتجوز. طب ايش جاب دي؟ الله، انت مش عاوز المهر؟ طبعا عاوز المهر. طبعا معاك الدواء؟ ايوه معايا الدواء. خلاص يبقى جالك الفرج. انت تشرب الدواء وتختفي وتشوفني لاعب على نمره ايه، وبكل بساطه تروح حاطط الكوره عليها. الله، دي فكره مدهشه. طب يا سيدي ما تشرب الدواء وخلصنا من التاني. اوامك. ليه جنيه نمرة 5.
نمرة آخر تكسب. يا نهار اسود، يعني طارت الفلوس. يا ترى انت فين يا ويك؟ جرب تاني. نعم حاضر. متعريب لازم اخرب بيتهم. اما انت زميله راح فين؟ لازم راح يجيب فلوس. خمسة والنبي والنبي، خمسة خمسة والنبي. يا ترى انت فين يا وحيد؟ انا جيت يا زغلول. يا طيب الحمد لله لحد اخ حسن انا اتخرب بيتي. نمرو خمسة اكسب. الحمد لله. انا اشتقنا. ايه ده؟ لا وجايبهم هنا ليه؟ كلهم على نمرة خمسة. ليه؟ النمرة خمسة من جديد. شرفتنا. ايه ده؟ وجايبهم ليه؟ لا 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 كله على نمرة خمسة. انا هتجنن. ديناميت انزل شوف ايه الحكاية. اسمع، مش عاوزهم يخرجوا بمليم واحد. حاضر. النمرة خمسة. نمرة خمسة. نمرة خمسة كسبي. احنا اسفين جدا يا سادة، البنك فلت. واقفين تعملوا ايه؟ انزلوا خلصوا عليهم. خربوا بيت الله يخرب بيتهم. انا متشكر قوي. اقعدوا بقى بالعافيه. الله الله. يلا بينا يا رجاله. ايه طلعت تاكسي؟ انا اجيب لك تاكسي يا بيه. لا متشكر، معايا العربيه. احب اوصل لك الشنطه. شنطه مين ماكسي؟ وحيد الحان الفلوس راحت. ينطل دي لك يا وحيد. هوش انت وانا حضرتك. يا ماما تعالى اركب يا زغلول، اركب اوان. اتفضل يا سعادة البيه. 2000 جنيه مهر سلوى هانم و10000 جنيه رصيدي في البنك. 12000؟ اتفضل عدهم. ايوه لكن ازاي اتحصلت على المبلغ ده كله منين؟ من المخدرات يا سعادة البيه. حضرة الثابت هو ده صاحب العربية. انت صاحب العربية الصغيرة اللي واقفة تحت نمرة 3360 ملاكي مصر؟ ايوه. في حاجة؟ لا بسيطة، لقينا فيها مخدرات. مخدرات؟ ايوه. يا حضرة الضابط انا متأكد ان فيه مؤامرة ضدي. مؤامرة من مين يعني؟ من واحد يكون له مصلحة انه يزحني من طريقه.
حضرتك تقصد مين؟ اقصد ان انت اللي مبلغ عني. انا؟ استغفر الله العظيم. انت غلطان، انا اللي بلغت. يبقى هو اللي مسلطك كده. طب تسمح تقول لي حضرتك جبت الفلوس دي منين؟ الفلوس؟ ايوه، من اين لك هذا؟ اتكلم، دافع عن نفسك. لقيتهم ورثتهم، كسبتهم في اللوترية. حد شريكي؟ على كل حال اتفضل معايا على الاسم وبقى دافع عن نفسك بالطريقة اللي تعجبك. انا حوريك. يا سلوى تأكد ان انا بريء. انا متأكدة من غير ما تقول. اتفضل. تعال هنا يا زكي. افندم. انت اللي بلغت عن وحيد؟ ايوه يا فندم. وش عرفك ان العربية كان فيها مخدرات؟ اصل انا كنت شاكك فيه يا فندم. انا متأكدة ان الموضوع ده فيه سر ولازم اعرفه حتى لو كلفني حياتي. لا انا محبش ابدا تتدخلي في موضوع شائك زي ده. بصفتك ايه بتوجه لي الكلام ده؟ بصفتي حابة جوزك. انا افضل الموت على اني اتجوز واحد زيك. ياه، كل ده عشان سعلوك زي ده؟ اخرس يا قليل الادب. عشان يحضر المؤتمر. ما سابليش دواء. ايوه ساب لك الدواء ده. ما احسن البوليس بيطاردني. طب يا نهار اسود، هو البوليس اللي طالع ده هو ده اللي جاي لك؟ ايوه يا نهار اسود. انهم منهم اللي بيخفيني؟ معرفش، هو كله لهو خافي اداهم لي على بعض. ليه بيه؟ ايوه وحيد افندي ساكن فوق اول شقه على اليمين. يا رب والنبي. يلا يا حبيبي اختفي بقى، استنى ما هو عليك عشان تسيح. طب والنبي تستنى لما ينشأ. يا نهار اسود. اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. فين المجرم؟ المجرم اهو اهو، المجرم اهو يا حضرة الضابط. والنبي يا حضرة الضابط. اقعد كده يا خبر. هو فين؟ لكن دي بدلته اللي هرب بيها حضرة الضابط، لازم موجود هنا. فتشوا البيت كله كويس. حاضر يا فندم. فتشنا كل الاوض ما لقيناش حد يا فندم. لازم هرب. تعالوا معايا. خليك انت هنا، ما تتنقلش من مطرحك. الباب ده ما يتفتحش لغايه ما اجي. مفهوم؟ مفهوم يا فندم. اتفضل استريح. لا مبسوط كده. طيب وانا قلت لك حاجه؟ ايه بس يا حبيبي، عاوز ايه؟ عاوز تزوغ. تزوغ ازاي بس وصاحبنا متنيل واقف على الباب؟ انت بتكلم مين يا جدع؟ لا ده انا. انت؟ حاضر، ده انا اصلي بكلم اخويا سمسم. سمسم؟ ايوه، اصلا انا مخاوي حتى اشوف. يا سمسم ازيك يا اخويا يا زغلول؟ سامع؟ يقول لي ازيك. ازيك يا اخويا، وازاي امك عفريتة هانم؟ بتسلم عليك. اهلا وسهلا. اهلا. عشرة بلدي بقى وحياة ولدك. تا انت الله انا تكاتك تبوسك. جرى ايه يا سمسم يا اخي؟ مش تعزم على الضيف بتاعنا بسجارة؟ الله، خد يا سيدي اتفضل. سيجارة.
اخويا هو خايف كده ليه؟ خلاص بقى يا سمسم، افتح الباب يا سمسم، زوغ يا سمسم. سلام عليكم. اهو زاغ سمسم، خلاص بقى مبسوط. حبيبتي سلوى، أريد أن أراك حالا. اركبي السيارة التي في انتظارك على ناصية الشارع. اطمئني، أنا مختبئ في مكان أمين. ده جواب من وحيد. قولي لي هو بابا فين؟ ده نايم وبيشخر. أنا خارجة قبل وحيد، بس خايفة بابا يصحى قبل ما أرجع. ما تخافيش يا ستي، لك علي أظبط له المنبه على بعد بكرة. طب اجري اجري أول. هوا سلوى هانم. أماش فين وحيد؟ بعد 5 دقايق حكوني عنده. اتفضلي. اتفضلي يا هانم، اتفضلي. يا مجرم قلبي. اه يا مجرم يا تافه. اعمل ايه، مش قادر على بعدك. الالم اللي ضربتهولي خلاني قايل نار من ساعه ما ايديك الحلوه لمست خدي والنار بتكوي في ضلوعي. خرجني من هنا وخد الفلوس اللي انت عايزها. الفلوس. الفلوس ما بقتش تهمني. انا كل اللي يهمني ان اطفي ناري واشفي غليلي. بعد كده اتسجن اتشنق زي بعضه. ما تخافيش، أنا مش مستعجل. افتحولي افتحولي افتحولي. زغلول، انت كنت فين يا أخي؟ كنت فين ايه؟ مس سراي اتحدد بيه مقلوبة على رجل. ليه حصل ايه تاني؟ الله، مس سلوى اتخطفت. اتخطفت؟ اه. مين اللي خطفها؟ انت يا حنت. انا ازاي يا اخي؟ إيه؟ مش انت اللي بعت لها جواب وعربيه علشان تجي لك مطرح ما انت مستخبي؟ وهبعت لها العربيه مع مين؟ اه صحيح، تبقى مش انت. يا خبر، دي معناه ان سلوى اتخطف. اشرب يا حلو، ادي مقلب تاني. انا عارف مين اللي عمل كده. فكرك مين؟ اللي وضب المقلب الاولاني. طاهر؟ مفيش غيره، يلا بينا. يا نهار اسود. بس هنخرج ازاي؟ ايش عرفت هو مخبي سلوى فين؟ زكي لازم عارف كل حاجه. طب بس يا حبيبي هنخرج ازاي اذا كان البيت محاصره البوليس؟ ايوه انا لازم اشرب الدواء. اشرب واعمل معروف واختفي. زغلول. ايوه. الازازه اللي عليها ابيض دي فيها أيوة. الدواء اللي بيظهرني، حافظ عليها زي عينيك علشان بعد ما ننقذ سلوى لازم اشرب منها وابرئ نفسي قدام البوليس. بس اتكل على الله انت واختفي ومالكش دعوه. ياللي ساكن جوه قلبي. مساء الخير. لا، عاوز ايه؟ عاوز اخش. لا. انت بتضربني؟ انا هوري لك شغلك. ولا قاعدة من اللي في وشي. قام مش انا اللي ضربتك، اللي ضربك سمسم. اه سمسم سمسم. ايوه. اسمع انت هنا. انت هتكروتني كل مرة. انا بقيتش اكل من الكلام الفارغ بتاعك ده. اوه اقعد. احصلقت رقبتك. قولي طاهر مخبي فين سلوى؟ معرفش. ما تعرفش؟ سمسم تعالى طاير رقبته. انت اسمع يا زغلول، انا عارف انت ابن حلال، مالكش دعوه بوحيد، ده مجرم.
ده هيوديك في داهية كده. سمسم. مش عاوز تقول؟ هقول هقول بس حوش سمسم عندي. طب بس اوامك عشان انا مستعجل. حاضر. مخبيها في مكتبه شارع عباس نمرة 50 الدور الاول. وده كلام معقول سمسم؟ حاضر هقول. في بدرون تحت المكتب. الواحد يدخل منين انت؟ في المكتب فيه دفاين عليها شمعدان. تحركوا يتفتح باب سري ينزل على تحت. كويس كده. يلا بينا يا سمسم. احبسه امسك. قوم اعمل معاك كلام. يوم يلا زغلول. اهلا حاضر حاضر بس مالك وحيد اذا سته وانكسرت. انا فيهم ما بقولك يا نهار اسود اذا سته واللي ترجعت بنا ادم ثاني. يخرب بيتك وحصل ثاني ازاي؟ استنى 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 ما غير شويه. استنى طيب اعمل طريقه اشوف. فوت في بقك فاضل. الحمد لله ظهرت. اديني هدوم اوام كويس كده. هروح ازاي دلوقتي انقذ سلوى؟ كل اللي بنيته هد. اتفضل يا سيدي ما تتضايقش. الدواء اللي بيخفي موجود. الله اوعى تشرب منه. احسن شربت منه هتفضل طول عمرك مختفي. صحيح. اهو احسن طريقه بقى تروح تبلغ البوليس. لا فعلا عاوز الموضوع عليا. طب يا سيدي ابلغ انا. مش هصدقوك. اسمع. ها؟ انا جاتلي فكره. ايه هي؟ انا بصنعة لطافه هخلي البوليس يقبض على طاهر وعصابته. ازاي؟ بس على التاكسي عشان اغير هدومي وهقولك في السجن. يا الله. مساء الخير يا سعاده البيت. نعم عايز حاجه؟ عاوز تحبس افندم. محسوبك وحيد شاكر تاجر المخدرات اللي بتدور عليه. بتهزر حضرتك؟ ابدا. اذا كنت مش مصدقني صورته اهي. انت وحيد شاكر؟ ايوه افندم. اللي خطفت بنت حازي بيه زمت؟ مظبوط. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا عسكري. قبضوا عليه. امسكوه. يلا دخلوا احصلونا. على طول عندي عليهم ولا رايح فين؟ خليك انت هنا لما يجي البوليس وري له السكة. ايوه حاسبني مع القتيل ده لوحدي. يا نهار اسود رجله بتهلعب. يا نهار اسود هي فيها من مسدسات زي بعضه بقى. نشرب الدواء واختفي وزي ما تيجي تيجي. ايه الدوشه دي؟ اوعى تلخبط الصنف انت وهو. العينه واحد لوحده والسكوند لوحده. العينه الجديده وصلت. ابو تمساح المعتبر. ارفع ايدك ادخل قدام. ادخل. الله هو انت؟ خلص عليه يا حنطور. تقول للرايس قبل. انا قلت خلص عليه. سمسم جيت في وقتك. برافو عليك. ارفعوا ايديكم. خليك معاهم. اقوم عليه. شكور بينا. محدش يتحرك. كله يرفع ايده. ايه
ما اقدرش استنى اكتر من كده. ارحميني، ارحمي عاشق والهان. ارحميني وحيد. انا حموتك واشفي غليلي منك. نفسك فيه قبل ما تموت؟ نفسي في سمسم. نعم يا سيدي، نفسي في سمسم. ايوه جاي. ايه ده؟ ارفع ايدك. ما تسمع الكلام. اقف عندك. سيبه بقى سمسم، سيبه. محدش يتحرك. مين صاحب المحل ده؟ حضرته طاهر كامل، صاحب محل استيراد والتصدير. اتفضل قدام على القسم. بمناسبة ايه؟ بمناسبة المخدرات اللي ظبطناها عندك دلوقتي. وهو كمان اللي خطفني وحبسني هنا. اتفضل قدامي. مع السلامة. وانت كمان تتفضل قدامي. ما عنديش مانع. اتفضل. انا جاي معاك يا وحيد. وحيد. ايوه يا سمسم. عن اذنك دقيقة واحدة بس. اتفضل. دقيقة واحدة. بس دقيقة واحدة. انت فين يا زغلول؟ انا هفضل مختفي كده على طول. امرك لله. استنى بقى لما الاستاذ مجدي يرجع من السفر، هو اللي عنده الطريقه اللي ترجعك تاني. وهقابل مستكة ازاي؟ اذا كان عشان مستكة انا عندي طريقه تقابلها بيها. سعيده بقى. استنى عليا شويه بس لما وشي يخف. طب ووشك ده هيخف امتى؟ اصل انا مستني واحد دكتور صاحبي هيجي من السفر، ولما هيجي هخف على طول. لا ده انت عاملها حاجه. انا بالعربي بتطمن على مستقبل. تعالى هنا وريني الروبوت ده.